من أول يوم البيت فدي على جد طارق وتيتا، وهو بقى لازم يركز مع صحته، وفي يوم قلق إن يجيله المرض الوحش زي عمه شريف، فراح على الوحدة الصحية كشف والحمد لله طلع ان ما عندوش حاجه والتوم. وزاره الصحه بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم اكتر من 142 مليون خدمه صحيه لاكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادره فحص وعلاج الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. وعشان نقدم خدمات اكتر بدانا حمله 100 يوم صحه، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك انت كمان، انزل اكشف واطمن. وزاره الصحه معاك من اول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.